التاسع صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الوزراء يقرر في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة حظر التجول الجزئي في البلاد ساعتين وتمديد تعطيل أعمال جميع وزارات ومؤسسات الدولة العامة احترازيا حتى 23 من أبريل الجاري. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول إن عزل منطقتي الجليب والمهبولة يأتي لفحص سكانهما وعلاجهم بما لا يؤثر على المناطق الأخرى. السعودية تفرض حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19. حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم ترتفع إلى نحو 1,350,000 شخص، فيما بلغت حالات الوفيات نحو 75,000 والمتعافين 285,000 حالة. الوزراء البريطاني لا يزال في قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات لندن بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 وفق بيان الحكومة البريطانية. الصين تسجل للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كوفيد-19. مجلس الأمن يعقد الخميس المقبل أول اجتماع له حول فيروس كورونا كوفيد-19. الرئيس الفرنسي يدعو إيران إلى احترام تعهداتها النووية وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني. حركة طالبان تعلن أنها ستوقف مشاركتها في محادثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء والذي شكل بندا أساسيا في اتفاقها مع الولايات المتحدة. انتهى موجز الأنباء، شكرا لكم. إذاعة دولة الكويت تقدم الكويتية. دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.